حلوم الحسين مش ذات الأيتام. يعني بعد وفاة أمي وأبي ما بقى عنا إنه شيء بصرف منه، أكيد أنا مني موظفة لحتى لأنه بصرف علي وأختي. بسبب هالأوضاع اللي إحنا فيها يعني اضطريت أطلع على الجبال قصة قويسي زوبع، عمل زهورة يعني زوفي مثل هيك زعتر، يعني كل شيء بلاقيه بينتج للبيع الصوبيع، كرمال إنه المعيشة اللي إحنا فيها صعبة كمان. أختي مريضة بالبيت، يعني مصروف بيت، دواء، حكمة، وما في مدخول إلا هالجبل قص منه. بقوم بكير الصباح الساعة بطلع من البيت 4:30 يعني برجع على البيت أحيانا 11 أحيانا 12 يعني حسب ما لاقي بقى. بخوف إيه بخوف بكير الصباح، بخوف مثلا لاقي لي كلب، لاقي لي ضبع، لاقي لي مدبرة زرقت، بس أرجع على البيت خلص بقول أنا رجعت بخير وسليمة. وصلنا على البيت الحمد لله بخير وسلامة، وهلا قعدنا نمشي القويسة ونشيل هيدي الزوفة للزهورات. هيدي ها هيدي بنغليها بالشتوية، نحن هيدي بيجوها من عند العطار، نحن هون بنقطفها على ايدينا. اسمها هي القويسة، في ناس بيقولوا لها قويسة، ناس بيقولوا لها مرامية، في ناس بيقولوا لها قصعين، يعني كل منطقة لها عدة اسماء. ايه كل منطقة مسمينها شكل، عرفت كيف؟ هيدي ها شو بيتم استخدامها هيدي بعد ما تقطفيها؟ هيدي هلا بنستهل، هيدي بنقطفها هلا نحن بنيبسها، وبن بيجوا تجار بيشتروها بيوردوها بروت لبنان، بيوردوها لبروت لبنان بيستخرجوها منها دواء. هلا هنيك بيبيعوها، في ناس بتبيعها بالسوبر ماركت بظروفها للمغيص للرجيم، يعني إلى عدة أسباب فيها فايدة للجسم. هيدي القويسة وكمان بنخرج منهم نقطر منهم للمغص، نقطر منهم بنبيع منهم، اللي ما بده يبيع بيمول لبيته. شو هي؟ قويسة. هدول بيتقدموا لك تلاتنا. هيدا خل التفاح ولا أروع من هيك، شغل ديتنا. وهيدا شغل ديتنا، وهدول الزهورات بدك تشرب وتطلب لي كمان شغل ديتنا. هلا هون انا واختي عايشين، ان معنا لا اخ ولا عم ولا اب، ما في غير رحمه الله. اخوتي بنات متزوجين كل واحد حوطه على قده. هون احنا عندنا غرفتين، غرفة قاعدة وجوا غرفة نوم، فوق مطبخ قديم حجر، وهيدي أوضة يعني شبه أوضة مثل ما بيقولوا، شبه أوضة هيدي كانت أم للجيش وعملتها، والشتوية بقى بحط فيها الدفاية بس مثل برا، حتى لها نايلو، إذا ما حطيت لها نايلو ما بينسكن فيها. وما فوق مطبخ قديم وحمام ومطبخ، هدول هن وهيدا دورنا. والله هيدا المردود المادي، شو بدي أقول لك؟ المردود المادي يعني المهم ما نتيس حدا، يعني بنقاش اذا اختي مريضه، اختي مع الاذن الوسطى مع كوليسترول مع سكره مع فاريز، يعني اذا ما بجيب لها دواء الفاريز ما بتخيني بالليل، الكوليسترول كمان اذا ما جبت لها كل اللي ما بقوت بالليل الساعه 12 بالليل الواحد بالليل بيضع الحكيم بيصير معها نقص بصدره. بيعون حقهم شو بيعمل، بجيب الدواء بصرف لنا على البيت، يعني الحمد لله رب العالمين نطلع راس براس. أنا حلمي للبنان يكون لبنان مستهير، يكون لبناني إله قيمة، إله قيمة ببلده، يكون إنه يطلع هيك إن الناس تحب بعضها، الناس إنه تحن على بعضها، ما إنه الإنسان بده يركض بيقول لك إيه أنت لشو عم تركض، يعني ما بتلاقي مين يعطف عليك، ما بتلاقي مين يقدم لك، ولشو عم تركض؟ طيب لو شو عم بركض أري؟ أنا عندي مصروف،
أنا عندي حكمة، عندي بيت مفتوح. إنه شو الإنسان بيركض؟ لبنان حلو لبنان، بس الوضع اللي إحنا فيه إن اللي بيسافر منه بيكون أمه وديعته بيت القدر. يعني شو بدي أقول لك؟ يعني أنا وأختي حلم واحد إنه أنا بدل ما أقوم من الصلاة أركض العلم نايمة، يعني بحسد النايم بالكير الصباح، عن جد بحسده. بطلع هيك بقول كل هالعالم نايمة إلا أنا ركضت الجبال. يعني أحيانا أنا ماشي ببكي. شو بدي أعمل؟ لأنه عن جد كنا نحن عايشين عيشة هنية كثير بوجود أبيك. ما كنا نعتز لحدا، ما كنا نحس بجوع، ما كنا نحس بحرمان، ما كنا نحس بتعب. يعني بالضيعة ما كان حدا يعرفنا. بس بعد ما توفى المرحوم أبي الحمد لله رب العالمين، بدي أعتمد أنا على حولي. أختي ما فيها تروح معي، أختي مريضة. يعني إذا بتطلع بالشمس بتوقع، ما بتحس على حولي. شو بدي أعمل؟ الحمد لله. هذا شو هذا؟ هذا الزهورات. هيدي أحسن من اللي بجيبها من عند العطار. هاي الزهورات شو بقلبها؟ هيدي مشكلة من كل شيء، فيها زوفة، فيها زهرة الخبيزة من الحقلة، هيدي زهرة الخبيزة، هيدي بتجيبها من الأرض. يعني كده كله من الأرض، شوي أخضر، الويزة، شو اسمه هيدا ورق، شو اسمه ورق زفير، ورق زفير شوي أخضر.